مرصد الأحداث، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة نكرس الحديث فيها عن تقرير الخبراء الأممي الذي يسلط الضوء عن نهب ميليشيا الحوثي الانقلابية لإيرادات الدولة ومساعدات الإنسانية وتخصيصها للمجهود الحربي لقتل أبناء الشعب اليمني في وقت تطحن فيه رحى الحرب الحوثية بطون ملايين اليمنيين ممن لا يجدون لقمة يقيمون بها أود حياتهم اليومية في ظل حرب مسعورة تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على أبناء الشعب اليمني وتحاربهم في قوت يومهم. يكشف تقرير للجنة الخبراء الدوليين بشأن اليمن جانبا من ماراثون منافسة محمومة بين القيادات الحوثية على الإثراء الشخصي من أموال المساعدات الإنسانية وإيرادات الدولة الهائلة التي اكتسبوها من هذه الحرب وسيطرتهم على مؤسسات الدولة ليبقى الضحية في الأول والأخير هو المواطن الذي يصارع هذا الصراع الذي تتخذه قيادات حوثية للثراء الشخصي. بلد على شفا مجاعة ينازع أنفاس حياته يوميا وحرب تطحن رحاها كل مقومات الحياة ومتاحات العيش، وفي المقابل ميليشيا حوثية تعيش عالما آخر من منافسات البذخ والتخمة والبحبوحة الفاحشة، مفارقة لا تبدو مبعث خجل لميليشيا إرهابية التي يقول تقرير فريق الخبراء الدوليين إن قياداتها تخوض ماراثون سباق محموم على الإثراء الشخصي من أموال غير مشروعة. ووثق تقرير الخبراء جمع ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو ملياري دولار أمريكي من الإيرادات العامة للدولة في العام 2019 لتمويل المجهود الحربي، ويأخذ مصطلح المجهود الحربي بعدا أشمل من كونه تموينا ميدانيا للمقاتلين والعمليات العسكرية، إذ تقوم قيادات حوثية بتحصص المبلغ فيما بينها في سياق تقاسم أموال المساعدات وكعكة الجبايات القسرية ورسوم الضرائب والجمارك ورسوم الحوالات النقدية بفارق سعر صرف العملة الصعبة. وميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة بحسب تقرير الخبراء في تحصيل الإتاوات الجمركية في مينائي الحديدة والصليف وتحصيل إرادة جمركية إضافية على طول الخطوط البرية إلى صنعاء بالإضافة إلى التمويل الخارجي من واردات الوقود. وقال التقرير الدولي إن الميليشيا تجني أموالا طائلة، وأثرت ميليشيا الإرهاب الحوثية على حساب اقتصاد متدهور وعملة منهارة، وقد انتهجت سياسات مكثفة في سبيل إحلال اقتصاد الحرب والاستثمار الأسود محل الاقتصاد الوطني كبديل عنه. وقبل نحو شهرين كانت ميليشيا الحوثي أعلنت اعتذارها عن عدم قدرتها على دفع نصف الراتب الذي كانت تصرفه كل 4 أشهر لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، على الرغم من تحصيل الميليشيا نحو الملياري دولار سنويا من إيرادات الدولة العمومية فقط، وهو مبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين الحكوميين كافة بمعاش كامل كل شهر ولسنوات. شكرا للزملاء الذين عدوا لنا هذا التقرير، والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد السلام الأثوري. أسعد الله مساءك أستاذ عبد السلام. يا مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد السلام. نحن نتحدث عن ملياري دولار كشف عنها تقرير الخبراء الأممي تذهب لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية، منافسة حقيقية بين قيادات الميليشيا للثراء الشخصي وقتل أبناء الشعب اليمني في حجج واهية بسيطرتها على مؤسسات الدولة وكل المدخرات التي يمكن أن تستفيد منها الميليشيا الإرهابية، سواء كانت من المواطن أو من التجار أو من غير الطرق الغير شرعية التي تكسب بها تلك الأموال. تعليقك على ما جاء في هذا التقرير؟ أولا التقرير لم يأتي بشيء جديد فيما يخص موضوع يعني الإيرادات التي تسيطر عليها الميليشيات، وخاصة أن الميليشيات سيطرت على الدولة بكل مقدراتها وإمكانياتها، وأيضا على طبيعة الموارد الأساسية، وخاصة فيما يخص كل الإيرادات التي تمثل في الأخير إيرادات للدولة هي تحت سيطرة هذه الميليشيات، ابتداء من الوعاء الضريبي أيضا إلى واردات الاتصالات إلى الجمارك إلى مبيعات المشتقات النفطية إلى أيضا مبيعات الغاز إلى أكثر إلى الزكوات إلى أكثر من مورد أساسي تحققه هذه الميليشيات، وبالتالي
يعني هو تقديرا في هذا المبلغ اللي ذكره يعني تريليون و800 مليون دولار، هو تقديرا لحجم الإيرادات التي دخلت السنة إلى خزينة الميليشيات في 2019. لكن أيضا هناك كان يعني الرابط الأساسي في هذا كله أن كل ما كان يذهب أساسا لخزينة الدولة في إطار الدولة الشرعية اليوم تحول أساسا إلى خزينة حكومة الميليشيات، وأصبحت تدير يعني عملياتها الحربية وتدير سيطرتها ونفوذها في الداخل على هذه الموارد. بالتالي الأمر الذي يعني أعلنه أو يعني أظهر هذا التقرير ليس بجديد فيما يعني ليس بجديد، لأنه أيضا هذه الإيرادات قد تحدثنا عنها كثيرا، وتحدثنا عن نسبة كبيرة جدا من الموارد سيطرت عليها الميليشيات وتحقق سنويا بتصاعد كبير جدا من خلال زيادة نسبة الضرائب، زيادة عن نسبة الجمارك، زيادة بنسبة الإيرادات الزكوية، فرض ما يسمى بنظام الخمس، زيادة في مبيعات المشتقات النفطية واستخدام أيضا النفط كوسيلة من وسائل لتحقيق إيرادات هائلة كبيرة جدا عن طريق الناس يعني مسألة خنق الأسواق وتحويل أسعار المشتقات النفطية إلى أسعار السوق السوداء، وأيضا مبيعات الغاز الذي تشترى أساسا من يعني من الحكومة من مارب بسعر يعني لا يتجاوز 1200 ريال للدبة، ثم يباع أيضا بأسعار غالية تصل إلى 4 إلى 5 إلى 6 آلاف ريال. كل هذه إذا موارد تصب أساسا في خزينة الميليشيات. إذن يعني التقرير لم يأتي بشيء جديد في هذا الموضوع، وإنما ذكر حقيقة أن وأراد أن يقول في الأخير أن هذه موارد الدولة ذهبت إلى الميليشيات، ويعبر حقيقة عن عجز الحكومة الشرعية بأن تتحصل على هذه الإيرادات المستحقة أساسا إلى مالية الحكومة الشرعية. ويعني يذكر في الأخير أن هذه الموارد كانت يجب أن تذهب أساسا لتمويل يعني الملتزمات التزامات الحكومة في سداد المرتبات وغير ذلك، لأن هذه الميليشيات قد أعلنت سابقا أن المرتب ليس ضروريا أن يتحصل على المرتب، وأن الموظفين لا يعتمدون على المرتب ويمكن يعيشون أو يعني يعملون بدون أن يتحصلوا على الرواتب. وبهذه العقيدة أصبحت القضية وما فيها بما يخص هذا الرواتب أنه ليس من الضروري أن تدفع الميليشيات الرواتب للموظفين. طيب سيد عبد السلام، إذا كان لم يأتي هذا التقرير بجديد وهذه الأمور ليست بجديدة، ما سر التوقيت لدى الأمم المتحدة بالكشف على مثل هذه التقارير وهي على دراية واطلاع بما يحصل؟ والتقرير حقيقة ويعني بالنسبة للإدانات، ولم يتحدث التقرير حقيقة عن الفساد الحقيقي لهذه الميليشيات، طبيعة الفساد بتفاصيله الأساسية التي يعني تم إفراغ أيضا موارد الدولة لصالح الميليشيات في مسألة الحرب وفي مسألة تمويل عمليات العسكرية وبسط سطوتها على الناس وعلى المجتمع، وعملية النهب يعني المستمر أساسا لحقوق الناس، وأيضا مسألة يعني السيطرة على كثير من يعني من المخالفين لها أو المعارضين لها بأموالهم ومنازلهم، وكثير من هذه القضايا هي تمثل حالة فساد كبير جدا، وحالة الإثراء وإنشاء الـ يعني الشركات التي تعمل لصالح هذه لهذه الحركة يعني بمجالات متعددة، حيث أصبح لها أذرع اقتصادية كبيرة جدا تعمل على مستويات متعددة، وتمكنت خلال المرحلة الماضية من عملية استنزاف كثير من الموارد حتى في مناطق الشرعية، وسحب كثير من النقد الأجنبي إليها عن طريق شبكة الصرافة التي أيضا تشتغل بشكل كبير جدا. وبنفس الوقت أيضا كان هناك يعني نوع من اختراق أيضا لمؤسسات النقدية داخل البنك المركزي عبر يعني أدوات استطاعت أنها تصل إلى مصدر موقع القرار، واشتغلت لصالح هذه الميليشيات بشكل أساسي وكبير جدا في تمويلها بالبيانات والمعلومات، وأيضا في مسألة يعني اتخاذ القرار الخاص بعدم يعني تداول الطبعة الجديدة من العملة لضرب أيضا يعني اقتصاد الشرعية في مكانها، ورفع معدل التضخم الكبير جدا الذي أثر تأثير كبير جدا على استقرار حياة المدينة
المعيشي، وأثر بشكل كبير على كفاءة السلطة الشرعية في إدارتها للملف الاقتصادي بهذه الكيفية. يعني هناك حقيقة تداخلات كبيرة جدا. للأسف الشديد اللجنة أو الفريق الخبراء لم يعتمد أساسا على تقصي الحقائق من موقعها وعملية التقييم ثم الاستنتاجات بناء على دراسة ميدانية وحقيقية، لكن وتعامل على مراسلات من هذا وذاك، وبالتالي على أخبار أغلبها تأخذها من مواقع الأخبار ومن مواقع الفيسبوك ومن مواقع متعددة، وبنى على ضوءها تقريره بهذا التوسع الكبير جدا. وحقيقة الظاهرة قائمة ما إلى ذلك، لكن هذه الميليشيات يعني عندما طرح التقرير لم يكتشف حقيقة شيء جديد بالنسبة لموضوع ما تقوم فيه الميليشيات بالشكل الذي وصلت إليه في هذه الحالة، لأن هذه الميليشيات لا تعتمد أساسا على احترام قواعد المسؤولية ولا على مفاهيم الدولة ولا على أيضا حقوق الناس ولا على حقوق المواطنين، ولم تعتمد بالدرجة الأولى على احترام واجباتها تجاه المواطنين في تقديم الخدمات باعتبار أنها كسلطة واقعية فرضت وجودها على الناس وجعلت الناس يعني تحت إطار يعني تبعيتها، وبالتالي كانت عليها مسؤولية كبيرة جدا أن تنفذ كثير من الالتزامات تجاه الناس. ما يجب أن تلقي الناس أيضا ويعني موظفين الدولة إلى اليوم أكثر من 6 سنوات لا يسلمون مرتبات، وهذه كانت الميزانية الخاصة بالمرتبات تصل إلى حدود تريليون، هذه ذهبت بشكل كبير جدا إلى اسمه إلى الميليشيات، وفقد الناس حقهم فيها أيضا. مسألة اعتداء على صندوق التقاعد والتأمينات وعلى كثير من الصناديق المختلفة التي تم استنزافها بشكل كبير، هناك كثير قضايا لم يذكرها التقرير ولم يتطرق إليها. هناك حالة فساد كبيرة جدا في تجريد الدولة من كل حقوقيتها ومن كل أيضا إمكانياتها لصالح أيضا يعني نفوذ الحركة. ملياري دولار أستاذ عبد السلام ليس بالمبلغ القليل، من أين تجنيه الميليشيات؟ يعني لما للأسف يعني لما تجد أنت في الأخير يعني أن كل الإيرادات اللي كانت تذهب أساساً لخزينة الدولة أصبحت تحت سيطرة الميليشيات. ما تنساش أن يعني حوالي 75% من الحركة الاقتصادية ومن حركة التركز السكاني وما ذلك ما زال خاضع لسلطة الشرعية لسلطة الميليشيات، وبالتالي أصبح أيضا يعني هيمنتها على كل الموارد بالشكل الذي فرضت وجودها من خلاله، هو الذي جعلها في الأخير تسيطر على حجم كبير جدا من هذه الإيرادات. ما يبقى من إيرادات تذهب إلى الشرعية، وأيضا يعني حجم بسيط جدا وما زال أيضا تحت إطار الفوضى القائم هناك، وهذا يجعل في الأخير أن يعني أن التقييم بهذه الكيفية وما إلى ذلك أنه أيضا هذا الرقم ليس بالرقم الكبير مما تحققه وما سيطر عليه هذه الميليشيات، لكن هو وصل أساسا إلى التقدير ليس هناك أيضا يعني في مسألة تقدير هذا الـ يعني الرقم بالكيفية الدقيقة ومن خلال أيضا دراسة طبيعة الوثائق التي يمكن تستند عليهم إلى ذلك، وإنما هو مسألة تقديرية بناء على ما كان عليه سابقا إضافة إلى نسبة زيادة عملها في مسألة ما كان يقدر حصلت عليه في عام 2018. يعني كما قلت أنه يظل دائما التقرير بشكل أساسي ما لديك مبني على تقديرات بعيدة من مسألة المعرفة المباشرة والتحقق المباشر وعملية أيضا التقصي المباشر في كثير من القضايا. هذا الخبراء أيضا في طبيعتهم لم يعتمدوا على الدراسة الميدانية في مسألة معرفة حقائق وحقائق الأمور بشكل واضح وأيضا جلي، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على مسألة أيضا التبليغات اللي تأتي من هنا وهنا، كما حصل أيضا في مسألة يعني ذهاب التقرير إلى تصنيف موضوع الوديعة ومشاكل الوديعة، وذهب إلى تصنيف يعني فوارق سعر الصرف بالشكل الذي حسب حسابات يعني أنها تمثل حالة من الفساد وإلى آخر. فهي أيضا اعتمد في هذا الجانب في مسألة الاتهامات التي ذهبت إلى البنك المركزي في عدن وإلى القطاع الخاص وإلى شركة هايل سعيد في هذا الموضوع بناء على تبليغات وبيانات مضللة جات لها من هنا ومن هناك ومن أطراف أساسا تريد أيضا في الأخير خلف الأوراق وأيضا مضاعفة المشكلة الاقتصادية وخلق نوع من الإرباك للحكومة الشرعية بأن لا تتحصل على يعني على دعم خارجي وما إلى ذلك في هذه الظروف حتى تفشلها وتعلن الفشل ثم يتم إسقاط الحكومة لتصبح في الأخير النتيجة الذي أيضا تكون هي لصالح الحوثي ولصالح يعني
ميليشيات الحوثية في النتائج العام. وهذا هو التخادم الآن الذي يقوم فيه أطراف معينة في إشعال هذه المشكلة وإثارة الأمر وما إلى ذلك في ظل الظرف الذي يعني حصل توصيف حركة الحوثيين كحركة إرهابية وما إلى ذلك. يذهبوا الآن لشعل معركة جديدة ليبعدوا أنظار الناس عن هذا الموضوع والذهاب إلى قضية التقرير ومشاكل التقرير وأيضا توصيف التقرير بأنه كشف عملية فساد هنا وهناك وما إلى ذلك. وهذا هو الهدف الأساسي من هذه اللعبة التي تديرها أفراد محسوبين على الشرعية ولكنهم يعني يقدمون خدمات كبيرة وقليلة للحوثيين بالشكل الذي أيضا قدموا خدمات مباشرة خلال وجودهم أيضا في مؤسسات البنك المركزي وقدموا يعني خدمات كانت يعني نتيجة في الأخير ما نحن عليه من حالة إرباك في موضوع المشهد الذي أيضا نحن في صدده. هناك صراعات داخل كيانة شرعية يؤدي إلى مسألة إضعاف هذه الشرعية بأن تكون ممثلة حقيقة لسلطة الدولة، إضعاف للشرعية بأن تؤدي مهامها وواجباتها تجاه المواطنين، إضعاف للشرعية بأن لا تكون أيضا محل ثقة من قبل المانحين الخارجين وهكذا. هنا تمثل مشكلة كبيرة جدا. سيد عبد السلام، يعني عندما نتحدث عن مثل هذه المبالغ التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية ونحن أمام 6 سنوات من محاربة تلك الميليشيات، هل الحكومة الشرعية هي بغنى عن هذه الأموال حتى لا تتخذ أي خطوات حقيقية تترجم على أرض الواقع لتجفيف تلك المنابع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ أبدا يعني الحكومة والدولة ليست غنية عن هذه المبالغ حتى تستغني عنها، ولكن لا تمتلك القدرة الحكومة والسلطة الشرعية مكتفة طوال 6 سنوات وهي تعمل خارج حدود البلد وخارج إطار يعني وجودها في الداخل إلا في النظر البسيط من الإمكانيات والقدرات وأيضا في إطار يعني الأعمال الممثلة في بعض مناطق الخاضعة للسلطة الشرعية. لكن أيضا في نفس الوقت هناك ما زالت الحكومة مقيدة بكثير من العراقيل وكثير من القيود، وأيضا هناك تعقيدات كبيرة في إطار المشهد القائم. هناك أيضا اليوم الحكومة تم تشكيلها من شهر وبالتالي أو من شهر ونصف، وبالتالي لما بدأت تعمل ما إلى ذلك بدأت تواجه مثل هذه الأزمات وهذه الاختناقات الكبيرة، وخاصة أن يعني الوضع الاقتصادي يتأزم بشكل كبير جدا. مقابل أيضا أن الحكومة لا تمتلك من الإمكانيات لمواجهة هذا الأمر، وهناك أيضا يعني إخفاق كبير جدا في مسألة حصول الحكومة على دعم خارجي في هذه الظروف التي تستطيع من خلاله إذا توفر لمواجهة يعني كثير من الالتزامات وتستطيع أن تستعيد وجودها وتؤطر أدواتها في تطوير أدواتها المالية والإرادية وما إلى ذلك واستعادة المجالات والأنشطة والمؤسسات والمطارات والمواني التي ما زالت خارج إطار سيطرتها لنفوذها حتى تستطيع أن تعمل في إطار كيان دولة وكيان مؤسسات. لكن في هذا الحال وما إلى ذلك كل الآن الموارد الذي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين هي لا تستطيع أن تتحصل عليها بحكم أنها موجودة تحت نفوذ هذه الحركة، والحركة بحد ذاتها تمتلك من القدرات الكبيرة جدا اليوم اللي استطاعت أنها تصل إلى أن تفرض يعني مشروعها بشكل القائم وتصبح هي المالكة الأكبر في للموارد أو المسيطرة الأكبر للموارد التي كانت أساسا هي مطلوب أن تكون لصالح الحكومة وأن تذهب للمالية العامة للدولة لتقوم الحكومة بمسؤوليتها تجاه الناس وتجاه الموظفين والجيش والأمن وغير ذلك. لأن المسألة ليست بمسألة غنى الحكومة عن هذه الموارد حتى تتخلى عنها، إنما هي لا تستطيع الحصول عليها في ظل ظروف التقيد. إلى اليوم الحكومة ما زالت مقيدة بعدم تنفيذ اتفاق الرياض، واتفاق الرياض هو كان المدخل الأساسي لاستعادة وجود الدولة يعني إنهاء مسألة الصراع بين أطراف مكونات الشرعية القائمة للحكومة والانتقالي وغير ذلك. ويأتي الآن حالة الإرباك وحالة اللخبطة التي الآن هناك أطراف تصعد بشكل كبير جدا لخلق يعني حالة من إرباك المشهد بشكل كبير جدا يذهب بالدرجة الأولى لصالح الميليشيات في هذا المشهد. أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تعي مسؤوليتها في إصلاح
طبيعة هذا الخلل الذي يؤثر عليها من خلال الأطراف المحسوبة عليها التي تستخدم يعني الآن حالة الشوشرة واستخدام يعني أدوات يعني الإساءة لها و يعني التصعيد الإعلامي الكبير جدا، وهو يخدم بالدرجة الأولى بقاء الحوثي كسلطة أكثر يعني قوة أكثر سيطرة، وتستفيد من حالة الانقسام الموجود أنا داخل كيان الشرعية. يعني أنا أستغرب أن يعني هناك داخل الشرعية من يقوم الآن يعني بمحاولة ضرب أهم مؤسسة اقتصادية اليوم وهي البنك المركزي بهذا الشكل، ويعمل على تحريض واسع في هذا الاتجاه ودون أن يكون هناك موقف أساسي من قبل السلطة الشرعية يعني بمحاسبة هذه الأطراف المحسوبة إليها وهي جزء منها. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد السلام الأثوري، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في حلقة اليوم، ومعنا عبر الهاتف الصحفي همدان العلي. أسعد الله مساءك أستاذ همدان. سيد همدان نعم، هي بخصوص هل تسمعني سيد همدان؟ هل يسمعني السيد همدان ومعنا على عبر الهاتف؟ سيد عبد السلام، عفوا همدان، إذا يبدو أن هناك خلل في الصوت، ريثما نتمكن من الوصول إليه بشكل جيد. مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد أيضا هذا التقرير الذي يسلط الضوء عن معاناة أبناء الشعب اليمني ونهب ميليشيا الحوثي الإرهابية لتلك. إذا عاد إلينا سيد همدان، أسعد الله مساءك. مساء النور أخي عزيز، أنت والمشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بك. همدان، اليوم نتحدث عن تقرير الخبراء الذي أورد بملياري دولار تقريبا تذهب لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهبها لإيرادات مؤسسات الدولة. ما الجديد الذي يحمله هذا التقرير؟ طبعا التقرير هو وثق تفاصيل وانتهاكات يعرف عنها اليمنيين منذ اليوم الأول من دخول الحوثيين إلى صنعاء، ومنذ اليوم الأول سيطروا على حتى صعدة في 2011. ويعني عملية نهب الأموال عملية ممنهجة لأنها تأتي في سياق التجويع المتعمد لتحقيق أهداف وغايات حوثية عملت عليها منذ البداية، منذ سيطرتها على ميليشيات على العاصمة صنعاء في 2014. نذكر جيدا في 2015، في مارس 2015 أعلنت ميليشيات الحوثي ما سمي بال التعبئة العامة، والتعبئة العامة بناء على هذا القرار تم تسخير كافة موازنات الدولة وأموالها بما فيها موازنات وزارة الصحة والتربية والتعليم والبيئة يعني الإصلاح البيئي والنظافة، كلها لصالح العمليات الحربية أو عمليات الحرب على محافظتي أو المناطق الوسطى والمحافظات الجنوبية. ومن هنا بدأت عملية التجويع للمواطنين، حيث بعدها مباشرة لم تسلم مرتبات الموظفين، وخلال وقبل ذلك قامت بنهب الاحتياطي، إضافة إلى إجراءات كثيرة نفذتها، والهدف هو تجويع الناس. والتجويع هي استراتيجية إمامية قديمة يعرفها الناس، الهدف منها التركيع المواطنين وتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: أهداف سياسية وأهداف اقتصادية وأهداف عسكرية وأهداف طائفية. وهذا ما يحدث منذ اليوم الأول لسيطرة الحوثيين، وبالتالي عملية سرقة الأموال هي عملية ممنهجة وقديمة وليست جديدة. لم يأتي التقرير بجديد، وإنما هو يثبت ما يقوله الناس وما يعبر عنه الناس منذ اليوم الأول من سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وبقية المدن. أبرز هذه المنابع التي تستغلها ميليشيا الحوثي الانقلابية سواء كانت من المواطنين أو من التجار أو من إيرادات مؤسسات الدولة لتذهب لصالحها الشخصي وكذلك تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.
ما تركوا شيء إلا وسرقوا منه، يعني حتى صاحب العربية. يا أخي الكريم، يحدثنا أشخاص يعملون في وزارة المالية بصنعاء بأنه لم يحدث بأن تدفقت الأموال لحساب وزارة المؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لم تحدث منذ تأسيس هذه المؤسسات. فيعني هذه الميليشيات لم تترك شيء للمواطنين إلا ويعني أخذت عليه جبايات وأموال، حتى على مستوى الأعمال البسيطة الذي الناس الذي بيشتغلوا في الشوارع، كل يوم يأتوا لهم بمبرر أو بأسباب مقابل يعني، ويطلبوا منهم أموال يوم عن الخمس، يوم الضرائب، ويوم مجهود حربي، ويوم مولد النبي، ويوم كل يوم يأخذوا منهم فلوس. أخذوا حتى من المزارعين الموجودين في الوديان وفي الجبال، ولم يحدث هذا من قبل. يعني يرسل الحوثي مندوبين لهم إلى أقاصي الأرض ليكونوا مشرفين على عملية الحصاد، ويأخذوا نصيبهم من الخمس ومن الجبايات، وهذا الأمر بشكل مستمر. وطبعا بطبيعة الحال هذه الممارسات تنعكس بشكل سلبي على المواطن فيجوع، وبالتالي يسهل على ميليشيات الحوثي أن تقوده إما إلى المسيرات أو إلى الجبهات، أو يقبل ويرضى الناس بتلقي مفاهيم وأفكار الحوثيين. ولهذا نقول هي سياسة ممنهجة وليست عملية اعتباطية، عملية مجرد لصوص. يعني المسألة ليست سرقة طبيعية يسرقها الناس من أجل الإثراء، لا أبدا، هي عملية ممنهجة. ومن ضمن الأهداف الذي يريدون أن يحققوها هو أن يفاقم الوضع الإنساني ليجعل المنظمات تتدخل في اليمن، ومن ثم توقف عملية تحرير المدن كما حدث في الحديدة على سبيل المثال. إذن هي عملية مدروسة وليست اعتباطية. حمدان، نحن أمام 6 سنوات والتقارير تلو الأخرى تصل إلى الجهات المعنية والمجتمع الدولي. هذا التقرير ربما ليس الأول وليس الأخير عن فساد ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيطرته على إيرادات ومؤسسات الدولة. يعني 6 سنوات، حل المواطن بعد أن أخذت أو سلبت تلك الميليشيات قوت يومه وهي تحارب الصغير قبل الكبير، ماذا بعد مثل هذه التقارير؟ ما الذي يجب أن نفعله نحن؟ أما المجتمع الدولي فلن ينفعنا. ما الذي يجب أن نفعله نحن تجاه قضيتنا؟ ألا يكفي ضياع؟ ألا يكفي تقصير؟ ألا يكفي فساد؟ يعني السؤال هذا يجب أن نجيب عليه نحن. يجب أن نراجع أداء أنا نحن لكي نقوم بواجبنا ولا نخذل الناس في الداخل. نعرف جيدا بأن الناس في الداخل لا يستطيعون أن يقوموا بواجبهم، حتى مجرد الحديث لا يستطيعون، وبالتالي هم يركنون علينا نحن الذين في الخارج. لكن مع ذلك للأسف لم نكن بحجم المسؤولية خلال السنوات الماضية، ويجب أن نراجع الأداء لكي نستعيد بلادنا. فالمسؤولية مسؤوليتنا جميعا. ما هي أيضا واجبات والتزامات الحكومة الشرعية اتجاه تجفيف هذه المنابع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ بالتأكيد هناك مؤسسات إرادية تستطيع أن تقوم الحكومة اليمنية بالعمل على يعني توفير هذه الإيرادات لصالح الحكومة الشرعية، بما يساعد على تسليم الرواتب ويعني وإيصالها لمن يستحقها من المواطنين. وهذه هناك تقصير في هذا الجانب، يعني على سبيل المثال الاتصالات وأيضا هيئة الطيران، وهناك مؤسسات كثيرة ما زال الحوثيين ينهبون هذه الأموال لصالح عملياتهم ويسخرونها لصالح عملياتهم الحربية ولاستهداف اليمنيين بشكل عام. إذن على الحكومة أن تقوم بإجراءات لمنع هذه منع وصول هذه الإيرادات للحوثيين، وفي نفس الوقت أيضا يجب أن تحرص أن توصل المرتبات لليمنيين في كل أنحاء اليمن وليس في المناطق المحررة وحسب، لأن هذا مسؤوليتها هي. الصحفي المهتم بالقضايا المجتمعية السيد همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في حلقة اليوم وحديثك حول هذا التقرير الصادر عن الخبراء أو تقرير الخبراء الأممية الذي يكشف عن سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية على
إيرادات مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها وتمولها لصالحها الشخصي وكذلك لحربها لقتل أبناء الشعب اليمني. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على هواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. إذا مشاهدينا الكرام، نستأنف حلقة اليوم وبداية بعد هذا الفاصل دعونا نستعرض آراء المواطنين الذين أدلوا برأيهم حول هذا التقرير الصادر عن الخبراء الأممي والذي يسلط الضوء على نهب ميليشيا الحوثي الانقلابية لأكثر من ملياري دولار من مؤسسات وإيرادات الدولة في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم. المبلغ الذي ذكره فريق خبراء الأمم المتحدة في الذي تم نهبه من قبل ميليشيا الحوثي رقم غير دقيق حقيقة، الرقم أكثر من ذلك. نهبوا أكثر من 6 مليار دولار من داخل البنك، هذا بالإضافة إلى استثمار سنوات الحرب خلال هذه الفترة، كل ذلك يتم تحويله إلى منظمات إيران الإرهابية سواء في لبنان أو في العراق أو في أي مكان. ميليشيا الحوثي ميليشيا إجرامية نهبت كل البنوك وحولتها إلى مصالح خاصة مع اتفاقها مع القادات الإيرانية لمصلحة الخاصة وفي محاربة البلاد والعباد. إن اليوم لقد أضافت ميليشيات الحوثي الإجرامية الكهنوتية إلى شعبنا العظيم ألما جديدا ومعاناة في نهبهم لممتلكات الشعب وثرواته وأمواله. لقد نهبت ميليشيات الحوثي اليوم 2 مليار دولار من أموال هذا الشعب وصادرتها لحساباتها ومبتغاتها ومشروعها الحاقد البغيض الذي يحصد أرواح أبناء هذا الوطن ولأجل رغباتهم الدنيئة ولأجل إرضاء سادتهم إيران. ولكن نحن هنا نؤكد للشعب أجمع بأننا صامدون وسنظل صامدون ونقاتل هذا الحوثي ونقاتلهم وبإذن الله سننتصر. عمد الحوثيين من بداية حربهم على اليمن إلى نهب البنوك، سواء البنك المركزي أو بنك اليمني للإنشاء والتعمير، كل البنوك تحويلها إلى مصالح خاصة لهم بالتعاون مع أفراد إيرانيين. عمدوا أيضا إلى تجويع الشعب ونهب الممتلكات الخاصة، نهب الأموال اليمنيين في جميع البنوك وتحويلها إلى شركات خاصة، وهذا ما أدى إلى الوضع الحالي الذي وصل إليه الشعب اليمني من فقر، من قل، من عدم رواتب، من الوضع الاقتصادي السيء جدا. التقرير الأممي الذي صدر وإن كان فيه نقاط إيجابية كثيرة لكنه في الحقيقة يعني همش أو أعطى يعني هامشا بسيطا للانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في وخاصة في الجانب الاقتصادي. التقرير ذكر أن الميليشيات نهبت 1.8 مليار، والحقيقة أن هذا مبلغ يعني بسيط جدا بالنسبة إلى ما نهبته الميليشيات التي نهبت في أول يوم سيطرت فيه على البنك المركزي نهبت 4 أو 5 مليار دولار. والنهب مستمر، حولت المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي كانت قائمة عليها البلد حولتها إلى ملكيات خاصة، صنعت كيانات اقتصادية موازية للكيانات أو للمؤسسات والبيوت التجارية ودعمت هذه الكيانات حتى تقضي على الرأس المال الوطني. فالتقرير يعني الحقيقة هو لم يذكر كل شيء، وإن كان أشار إلى بعض الانتهاكات وبعض الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، لكنه في الحقيقة لم يأتي على كل ما فعلته الميليشيات التي لا تزال إلى هذه اللحظة في انتهاك مستمر للاقتصاد الوطني. شكرا يا زملاء الذي عدل لنا هذا الاستطلاع. ومعنا عبر الهاتف الباحث في المجال السياسي والإنساني الدكتور إيهاب القرشي. أسعد الله مساك دكتور إيهاب. أهلا وسهلا، أسعد الله مساك. أهلا ومرحبا بك دكتور إيهاب. يعني تقرير للخبراء الأممي الذي يصف ميليشيا الحوثي الانقلابية بسيطرتها على أو إيرادات مؤسسات الدولة التي تقدر ب2 مليار دولار سنويا،
هنا أريد أن أتحدث عن انعكاس هذا النهب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية على مرمى ومسمع من المجتمع الدولي، انعكاسه على المواطن اليمني. أولا أشكركم على الاستضافة في هذا الموضوع الهام جدا والذي يعني يتعلق بحياة المواطن اليمني بشكل دقيق، لكن أود أن أشير في البداية إلى الفريق الخبراء المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن ومكونات هذا الفريق الذي وضعنا عليه آلاف العلامات الاستفهام، حيث يعمل يعني بطرق غير رسمية أو غير واضحة للحكومة اليمنية ويساوي ما بين الضحية والقلاد دائما في تقاريرهم. الأمر الذي يوضح هذا التقرير بشكل قلي جدا عندما يتحدث فقط عن مليار مليون للعام 2019 وكأنه يقول أن الحوثي لم يسرق أو لم يأخذ أموال اليمنيين إلا هذا المبلغ فقط، والحقيقة عكس ذلك تماما. التقرير أغفل أمور كثيرة تتعلق بالاقتصاد وتتعلق بخسارة الدخل القومي لليمن والخسارة البشرية اللي موجودة في اليمن والتي يتسبب فيها الحوثيين دائما. هناك أكثر من 3.4 تريليون ريال هي متحصلات الحوثي في مناطق سيطرتهم من إيرادات السلطة المحلية ومن الإتاوات التي يجمعها مشرفيهم في كل المديريات والمحافظات التي ترزح تحت طائلتهم. هذا يشكل حوالي 35% من إيراداتهم، بينما هناك أيضا ما تحدث عنه التقرير من مليار و800 مليون تنهب سنويا من إيرادات الدولة. هناك 4 مليار دولار نهبت من البنك المركزي، وهناك ما لا يقل عن 5 مليارات دولار نهبت من المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية في اليمن وهي شريكة لها في هذه الجرم. هناك تهريب الأموال والذي ألحق الخسائر بالاقتصاد اليمني والذي يقدر بحوالي 81 مليار حتى العام 2020، والذي يتوقع الخبراء أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيعيد مستوى التنمية البشرية إلى 30 عام ماضية. هناك أيضا تفاقم الخسائر التي تتعلق بالنهب والتهريب الأموال وكل ما هو يعني من أنشطة الجماعة الحوثية ستصل في العام 2022 إلى 189 مليار ومن ثم إذا استمر الحوثيون في هيمنتهم على مقدرات اليمن والشعب اليمني إلى العام 2030، وهذا أيضا بتقرير من الأمم المتحدة معمد وقابت به أكثر من جامعة معروفة وخبراء معروفين على مستوى العالم، ستصل إلى 675 مليار دولار. عندما يتحدث التقرير عن مليار و800 مليون وكأنه يتحدث عن قطرة في بحر، هذا هنا يعني التماهي الكامل من قبل الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي. أيضا اليوم أصدر الحوثيون أو أصدرت بالأصح برنامج الغذاء العالمي قرار بعدم العمل مع أي جهة شركة أو منظمة إلا إذا كانت مسجلة ومقيدة في ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة التنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للحوثيين في صنعاء، وهذا أيضا ليس فقط مجرد تماهي وإنما شراكة حقيقية في الاستحواذ على مقدرات اليمن. أريد أن أضيف إلى أن هناك يعني أهم من الأموال أيضا وهو مستقبل اليمنيين ومستقبل البشر الذين يموتون كل دقيقة وكل لحظة. أوردت تقارير عدة أغفلها فريق المحققين أن هناك أكثر من 333 ألف حالة وفاة من ضمنهم 150 ألف طفل ما دون الخامسة من العمر، هذا إلى العام 2020، وسيتفاقم الوضع حتى يصل إلى 1,800,000 منهم 1,500,000 طفل يموتون دون الخامسة. هذا يعني أننا أن الحوثيون أعدموا 10 مليون مواطن يمني قبل أن يخلقوا، 10 مليون إنسان، لأن كل 1,500,000 سيعطينا معدل أسرة 6.7 ومن السهل جدا حسابها بشكل بسيط جدا. فهناك يعني أكثر من 10 مليون بني آدم يمني انتهوا قبل أن يخلقوا.
هذه الكوارث وهذه الخسائر أعتقد أنها أكبر بكثير من 1.8 مليار دولار. فلذلك لابد أن تراجع اللجنة أو أعضاء التقرير أنفسهم، ولابد أن تراجعوا الحكومة اليمنية بشكل دقيق، وأن ترفع يعني هذه المظالم وهذه الانتهاكات بشكل رسمي إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الدول الراعية للمبادرة لليمن، أيا كانت المبادرات وأيا كانت المحاولات، وأن يضع الأمر تماما في الجانب الدبلوماسي لنشره أمام كل دول العالم وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول التي يعني تدقق النظر في الوضع في اليمن وتبحث عن حلول وتتماهى نوعا ما مع الحوثيون. ونناشد هنا استمرار الإدارة الأمريكية بقرارهم باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية خارجية، لأنهم فعلا لا يقلون عن داعش ولا يقلون عن القاعدة ولا يقل بل يعني تجاوزوا الحدود في كل شيء. طيب دكتور إيهاب، باختصار يعني أمام كل هذه الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية، نتحدث عن منابع تسيطر عليها من الميليشيا من إيرادات الدولة وكذلك من نهب المواطنين والمساعدات الإنسانية، ما الوسائل التي تمتلكها الحكومة الشرعية لتجفيف هذه المنابع باختصار إذا سمحت؟ أولا هناك الأمر عمليات الاستيراد التي من خلالها يقوم الحوثيون بتدوير أموالهم من داخل اليمن إلى خارجها، وهذا يتم عن طريق استيراد كافة السلع الغذائية والمعدات وكل احتياجات الشعب اليمني من الخارج، ولكنها لا تمر عبر البنك المركزي ولا بالاعتمادات المستندية، ولا تمارس البنوك أي مهام لها مع البنك المركزي، ويتم تهريب تلك الأموال إلى الخارج. أنا كباحث في هذا المجال وكمتخصص أيضا في الرقابة والتقييم، وأكد للحكومة اليمنية بأن لا يوجد دولار واحد في اليمن ملك للشعب اليمني، كلها عملوا لها الحوثيين ترانسفير إلى الخارج، وبالتالي يجب على الحكومة أن تفرض إجراءات الاستيراد بشكل دقيق ورسمي، وأن تكون من خلال البنك المركزي أو من خلال أي بنك وسيط يتم تتبع هذه الأموال، مثل ما نتتبع الآن حاليا كل ريال أو كل منحة أو كل دعم أو كل قرض يدخل للبنك المركزي، ونحاسب كل صغير أو كبير أين ذهبت هذه الأموال. لذلك وقف يعني تصدير أو تهريب الأموال إلى الخارج هو من سيحد من بطش الحوثيين، وستبقى الأموال داخل اليمن دون أن تخرج إلى إيران لتعود إلينا عبارة عن قطع غيار تركب كطائرات مسيرة أو أسلحة أو صواريخ أو طلقات رصاص تقتل البشر وتعتدي على الجوار وتهدد الأمن والسلم الدوليين. تفضل الهاتف. أشكرك جزيل الشكر مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.